وصلت عنده هو تقريبا في اعلى مكان، لكن هني هاي البحر بس ما بعرف وين الدرب نهائيا. بشوف اذا احد يمشي قدامي، بس انا الحمد لله انا مكان ارفع مكان وحذاه بعد مكان يابس، بس مشكله الدرب. ان شاء الله بنسحب. وصلت ركبت القرص، لكن في مشكله سكانه ما يلف، اذا ما قدرت اطلع بعود والله، لان الماء ارتفعت بصراحه فورد بعد كم بين. مصيبه يلا يلا خير.